وأولى مساحتنا الصباحية لليوم راح تكون ضمن المساحة النفسية، ونحكي فيها عن موضوع كتير مهم هو موضوع الأزمات. يمكن ما في شخص منا ما بيتعرض لأزمات بمختلف أنواعها، وهون بتختلف قدرة الشخص على التعامل مع هي الأزمات. هذه بنلاقي بعض الأشخاص بيقدروا عندهم هي المرونة، بيقدروا يتعاملوا مع الأزمات. في أشخاص لا، مهما كانت حجم الأزمة لا، بتترك آثار نفسية عليهم لمدة كتير طويل. أكيد يعني أرمين، يعني كتير هي الأزمات والتحديات والمشاكل وضغوطات الحياة اللي بيمر فيها الشخص بحياته الشخصية والعملية، واللي صارت تشكل جزء كبير من حياتنا اليومية. ومثل ما ذكرت يا نرمين، البعض عم يقدر يتأقلم مع هي الحالة، يتكيف فيها عن طريق تفكيره وسلوكياته، أنه نكون أكثر وعي وعقلانية وناخذ قراراتنا بشكل صحيح. بينما بالمقابل في أزمات نحن ما بنقدر نتحكم فيها، رح يكون لها آثار وردود فعل انفعالية بترافقنا للمستقبل، ممكن تأثر على الأعمال والأنشطة يلي ممكن نقوم فيها. لهيك لابد أنه نتعامل مع الأزمة بكفاءة عالية وفاعلية، ونبعد عن العشوائية لنطلع بأقل الخسائر. لنحكي أكثر مشاهدينا عن مفهوم الأزمات وأنواعها وكيف ممكن نتعامل معها. معنا اليوم ضيفتنا بالاستديو الأخصائية التربوية راما حمود. يسعد صباحك. يسعد صباحكم، ان شاء الله هيك صباح تحدي وامل، وفعلا نطلع من اللي مرينا فيه. 12 سنه كانت فعلا منهكه للبعض، وغالبنا كانت منهكه لهم. ان شاء الله تكون هيك بدايه تغيير جديد وايجابي بحياتنا. ان شاء الله يا رب. اهلا وسهلا فيك يا راما. خلينا بالبدايه نعرف مفهوم الازمه. في اشخاص مثل ما ذكرنا بالبدايه الحديث بيتعرضوا لمشاكل صغيره بيعتبروها هي ازمه وبتوقف حياتهم. في اشخاص لا، يعني قدره تحمل تحملهم بتكون أكثر. هون نحن عم نحكي عن الفروق الفردية، فشو هو مفهوم الأزمة؟ هلا بداية هي ظرف انتقالي. هذا الظرف بيكون غالبا عندنا حالة عدم توازن. هي الحالة يا أما بيحدث فيها تغيير للمستقبل إيجابي، يعني يا أما بيستغل هذا الفرد هالكارثة أو الأزمة لحتى يتغير إيجابيا، أو ممكن أنه لا ترجعه لورا فبيكون التغيير سلبي. لهيك نحن بننظر لمفهوم الأزمة على أنه ممكن يكون ما بعدها في بارقة أمل كبيرة. والأهم من هذا الشيء كله أنه أنا كيف بدي دير هي الأزمة لحتى تكون فعلا فعالة على حياتي وتعمل هالتغيير الإيجابي اللي أنا قلت عنه. طبعا الأزمة لحتى أنا أسميها أزمة بدها تكون عندها مجموعة خصائص وأساليب لحتى فعلا أنا هي الحدث اللي صار بحياتي سميه أزمة. لازم يفترض تكون في عندي نقص للمعلومات، يعني أنا ما عندي توافر للمعلومات عن هي الأزمة اللي صارت بالوسط. يفترض لاقي أنا حالة من فقدان السيطرة. وقت بلاقي فقدان سيطرة معناتها أنا في عندي حالة خوف وقلق بترافق حدوث هي الأزمة. وبعدين ممكن يكون في عندي إما حلول سريعة تخليني فورا أطلع، طبعا حسب هون بتختلف من فرد لآخر، أو ممكن يكون في عندي غياب لهذا الحل الجذري اللي أنا بقدر أرجع من بعده لحياتي الطبيعية. تمام راما. اليوم علم الإدارة مبني على عدة جوانب متعارف عليها، إن كان بإدارة الموارد البشرية، الخدمات، التطوير والتحسين. اليوم حضرتك هلأ عرفتينا مفهوم الأزمة، خلينا نعرف أكثر الأنواع الأزمات. نحن عندنا أكثر من نوع من الأزمات، فيني أنا صنفهم لنوعين وفيني فندهم بأكثر من نوع من خلال هدول النوعين. إما أنواع بتكون هي من بتنبع من داخل الإنسان، يعني الإنسان هو اللي بيفتعل هي الأزمات، فأنا بسميها أزمات فردية لأنه هي نابعة من حياة هذا الفرد أو هذا الشخص. وفي عندي أزمات لا، هو ما له علاقة فيها، بتكون غالبا قوى خارجية اللي عم بتأثر بحدوث هالأزمة، فأنا بسميها أزمات خارجية. لكن في عندي أزمات من خلال الأزمات الفردية، ممكن يكون في عندي أزمات جسدية اللي هي بتتشكل بالأمراض، بتظهر بالأمراض، ممكن تكون أزمات نفسية يعني بتأثر على الانفعالات الشخص، على مزاجه، على حياته الطبيعية. لكن الفرق بين نوعين الأزمات هي فرق كبير، لأنه الأزمات اللي ممكن الفرد هو يختلقها وتنبع من حياته ممكن يتعامل معه ويطلع منه، بينما الأزمات اللي بيكون ما له علاقة فيها هون بقى بحتاج أنا لداعم أو حدا مختص أنه يتدخل، مثل اللي نحن مرينا فيه للأسف
الكارثة اللي صارت. فهون بقى أنا لا بحتاج لحدا يوقف جنبي. الأزمات الفردية كمان بتحتاج لحدا، لكن مع تفاقم هي الأزمات الفردية وقتها أنا بحتاج لطبيب أو معالج أو داعم إلى آخره، حسب أنا الأزمة اللي عم مر فيها. ممكن تكون أزمات مالية، يعني أنا كمان لها علاقة بالشخص لكن بتتعلق بالجانب المالي المادي بحياته. طبعا التعامل مع الأزمات بيختلف، كل أزمة في لها طريقة تعامل مختلفة عن الأزمة الثانية. غالبا أنا بكل أنواع الأزمات بحتاج لدعم، وإن كان من غير مختص، يعني ممكن يكون أقرب الأشخاص إلي بمحيطي، يعني مو شرط أنا فورا متى ما صار معي كارثة أو شيء بحياتي أني ألجأ لمختص أو داعم، ممكن هذا بيكون بالبيئة المقربة لهذا الفرد. نعم. طيب رامي، خلينا هيك نكون يعني بمثال اقرب للناس بموضوع كيف ممكن نحن ندير الازمه. نعطي مثال، بنعرف نحن لاداره الازمه في مراحل بتصير، يمكن من تقبل الازمه بعدين المحاكمه العقليه الى اخره، كيف نفصل عواطفنا. فخلينا نضرب مثال ونمشي في خطوه خطوه كيف نحن ممكن ندير الازمه. هلا غالبا انا رح اعطي المثال اللي صار باخر فتره يلي هو كارثه الزلزال. تمام. اول مرحله نحن فقنا الصبح لقينا هذا الزلزال واقع، فانا بلشت انكر هي الازمه، قول انه معقول انا كنت نايمه ومالي ما عندي هذا الشعور اللي خلق، يعني مرحله تخبط. وغالبا بتترافق هي المرحله بفقدان لتحديد الوجهه انه انا فعلا صارت ولا ما صارت. فهون انا بسميها هي المرحله اللي هي المرحله الاولى، مرحله انكار الازمه. طبعا غالبنا بفكر انه هي المرحله، او بنوصف الشخص اللي بيقول لك انه انا ما حسيت او ما انتبهت انه صار هذا الشيء، هي مرحله بيفكروها انه مرحله من فقدان العقل، لكن لا، هي مرحله طبيعيه، لانه العقل بيحاول يثبت وجوده من خلال هالمرحله، انه بينكر الشيء اللي صار وبيحاول يبعد حاله عنه، يعني مشان ما يفقد العقل بشكل كامل، يعني يحافظ على العقل من خلال مرحله الانكار. المرحلة الثانية اللي بتجي عندي هي مرحلة التقبل، يلي أنا ببلش فعلا أنه أنا كل اللي حواليه كانوا عارفين هي الكارثة اللي صارت ومتقبلينها، فأنا كمان ببلش أتقبل. طبعا بين مرحلة الإنكار ومرحلة التقبل هون نحن بحاجة للداعم، ومثل ما قلنا ممكن يكون من البيئة المحيطة، وفي حال عدم وجود حدا بالبيئة المحيطة أو في حال فقدانه، مثل بعض الأشخاص اللي فقدوا عائلاتهم بهي الأزمة، ممكن يحتاج بقى لحدا يكبر الدائرة اللي حكينا عنها، ويحتاج لحدا ممكن يكون داعم نفسي، وممكن يكون لا داعم عادي، لأنه أنا بهي المرحلة بحتاج لعدة عوامل أو عدة أمور أنا بحتاجها. أولا الأمان، ثانيا السلامة، اللطف، القبول، حدا يشد على إيدي لحتى أنا أطلع من هي الأزمة. وبعدين بقى بتبلش المرحلة الأخيرة يلي هي مرحلة العلاج في حال تفاقم الكارثة أو الأزمة أو تكرارها، لأنه أنا تكرار الأزمات أو تكرار الكوارث فعلا بيصير عندي مجموعة من الاضطرابات مثل الخوف، الهلع، فقدان التوازن، وأحيانا نزول الضغط، يعني ممكن تكون حالات نفسية وممكن لا حالات تظهر على يعني على محيطه لهذا الفرد. تمام. يعني بما أنه بلشنا بمثال عن كارثة الزلزال، خلينا نقول أنه مرينا بكثير من الأزمات، إن كانت حرب أو حصار أو أوبئة أو أمراض، آخر شيء كارثة الزلزال. يعني مثل هيك كارثة بنقول أنه هي ممكن تكون أزمة مفاجئة نوعا ما، بتجي الشخص ما بيكون متأهل إلى، كيف ممكن نتعامل اليوم مع هيك نوع من الأزمات؟ هلا نحن يفترض يكون في عنا تخطيط مسبق لهي الكوارث. طبعا التخطيط المسبق بحالات الكوارث الطبيعية اللي نحن مرينا فيها يعني يفشل بشكل كامل، لأنه ما في حدا بيقدر يتوقع حدوث بركان أو زلزال أو أي أو حتى حرب، يعني الحرب اللي مرينا فيها كمان ما كان فينا نتوقعها.
لكن أول مطلب من متطلبات التعامل مع الأزمات أو إدارتها هو التخطيط. يعني أنا أكون على استعداد، نحن صرنا نعطي إجراءات وقاية للحماية من الزلازل أو الاستعداد إلى المسبق، فهي بتندرج ضمن التخطيط المسبق لهال، يعني على الأقل يكون عندي معرفة بإجراءات الوقاية والحماية والأمان اللي أنا يفترض اتبعها وقت حدوث كارثة بغض النظر عن نوعها. ثاني شيء هو وجود نظم اتصال داخلية وخارجية، يعني أنا كفرد بحتاج أنه يكون في عندي وسائل تواصل مع أفراد عائلتي أو مع الجهات اللي ممكن تكون بعيدة عني، اللي هي المتمثلة بالمؤسسات المنظمات والدولة بشكل كامل. فهي النظم هي الأهم بإدارة الأزمة، ونحن طبعا شفنا الفرق اللي التطوعية والأمن والدنيا كلياتها تكاتفت بهي الأزمة لحتى تطلع الأفراد. فنحن عندنا هذا الوسائل بغض النظر إن كانت هي الوسائل مخطط إلى أو يعني ضافرت كلياتها لحتى تواجه الأزمة، لأنه كانت فجائية. هي الأزمة مستحيل تكون غير فجائية. يعني نحن قد ما قلنا في إدارة أزمات ممكن تكون متراكمة أحيانا نتيجة تراكمات قديمة. هلأ هي بقى بتندرج ضمن شيء أنا بسميه الشائعات، يلي هي بتكون عم تستغل هي الأزمة لحتى تطلع وتعطي معلومات كانت حقيقية لكن هي ما لها موجودة هلا بالواقع. مثل اللي صار معنا، صارت العالم تتوهم انه بعد هذا الزلزال الكبير اللي حصل في مجموعة هزات، فكانت العالم عم بتقول انه لا هي زلازل ما لها هزات. فهون بقى الفرق بين انه أزمة وبين انا شائعة عندي. طبعا انا شو العلاقة بين الشائعة والأزمة؟ الشائعة هي مصدر لحدوث الأزمات، تكرار الشائعات قد يؤدي لحدوث أزمة. أزمة ممكن تكون أزمة حقيقية واقعية، لأنه نحن قلنا أنه أنا شو ما بفكر ممكن يصير بالواقع. إذا بفكر تفكير إيجابي مثل ما حضرتك حكيتي بالبداية رح يصير الشيء الإيجابي، وإذا فكرت بشيء سلبي ممكن يصير. فأنا كثرة هي الشائعات تعمل لي حالة من الأزمات. ثالث شيء أنا بتطلبه لإدارة الأزمات هو التنبؤ الوقائي. طبعا أنا بحالة الكوارث الطبيعية ما فيني أتنبأ أبدا إلا إذا في مؤشرات مسبقة لحركة الأرض مثلا، أو شيء بيدلني إنه هاي يعني توفر معلومات. لكن أنا التنبؤ الوقائي اللي صار عندي بحالة الكوارث الطبيعية هو إنه أنا ممكن أعمل دورات تدريبية، ممكن أعمل ضخ معلومات للأفراد، تكون هي المعلومات موثوقة على درجة من الموثوقية وفعلا تكون على درجة عالية من الدقة، وهي طبعا اللي قام فيها وسائل الإعلام مشكورة. طبعا ما أثرت بهي الناحية. فأنا هي الثلاث خطوات إذا قمت فيها بشكل خلي التخطيط حالة طبيعية بحياتي اليومية بحياتي الكاملة، حاول أنه يكون في عندي فعلا تواصل مع بيئتي المحيطة إن كانت القريبة والبعيدة، وحاول يكون في عندي إجراءات الوقاية وإجراءات السلامة اللي أنا بحتاجها بحياتي اليومية، يعني بدون وجود أزمة أو كارثة. طيب هلأ بغض النظر عن نوع الأزمة اللي عم نتعرض لها، سواء كانت هي كارثة طبيعية أو هي أزمات حياتية ممكن تكون مالية مثل ما قلتي، اجتماعية بالعمل، خلينا نوصل يعني بعد ما عرفنا الأنواع وعرفنا الأزمة خلينا نروح للحل. بغض النظر عن نوع الأزمة اليوم كيف نحن ممكن نتعامل معها؟ خلينا نروح لطريقة الحل. هل طريقة الحل إلى خطوات 1-2-3 بنمشي عليها هون لحتى نقدر نحن يعني نحلها؟ تمام. هلأ هو حل جذري لا يوجد بالأزمات، لكن في مثل ما قلنا إجراءات وقائية. يعني أنا أعرف أنه في حال حدوث أي أزمة أنه أنا أكون بمكان أو بوضع بيوفر لي أول متطلب من متطلبات الخروج من الأزمة وهو الأمان. يعني أنا حاول وصل إن كانت اجتماعية أو مادية أو يعني بغض النظر عن نوع الأزمة، أنا أول متطلب لحل الأزمة هو الأمان. وقت كون أنا محاطة بهذا الأمان ببلش بشعر بالراحة، فبلش فعلا أطلع من هي الأزمة. تاني متطلب هو أنه أنا أقدر لاقي المتطلبات الأساسية لحياتي اليومية.
طب كمان بغض النظر عن نوع الأزمة، المتطلبات اللي هي الطعام، الشراب، السكن، هي بتعطيني كمان، بتدعم الأمان اللي أنا حصلت عليه بالدرجة الأولى. بعدين بدي أحاول أنا بلش أرجع لحياتي الطبيعية، مارس نشاطاتي اليومية، أرجع شوي معلش مد حالي بالقوة. طبعا أنا عم بحكي عن الأفراد البالغين مو عن الأطفال. كمان بدي مثل ما قلنا حاول أنه أحصل استبدل وسائل التواصل الاجتماعي اللي أنا بانيتها بحياتي، وبلش بقى أنه أخذ نظم دعم اجتماعي من البيئة المحيطة. هي الحلول الثلاثة أو الأربعة اللي حكينا عنها هي بتبلش تعطي الفرد دعم، يعني بتبلش تعطيه الراحة لأنه هو فعلا سيطر على الأزمة. طبعا في حال فشل هي الخطوات، هي خطوات مبدئية، في حال فشل بقى أنا بحتاج لداعم، الداعم بيحتاج كمان لخطوات وعلاجات، ممكن تكون علاج معرفي أنه أنا أعطي الفرد شوية معلومات حقيقية وواقعية عن اللي صار معه، كمان تكون هي على درجة عالية من الدقة، وممكن يكون في علاج بالأدوية إذا كانت الحالة متطورة، كمان بغض النظر عن نوع الأزمة، لأنه أنا عندي المشاعر ممكن تختلف من فرد لآخر. تكون أزمة كتير صغيرة بتلاقيها عند من فرد لآخر اختلفت درجتها، فأنا هون بقى بدي أشتغل كمعالج نفسي على كيف الفرد بيتطلع على هي الأزمة. ممكن أنا بلش كمان بحالة اسمها حالة التقريض، يعني أني أنا رجعه لأرض الواقع، لأنه هو هون بقى صار عنده فقدان السيطرة على مشاعره، خاصة إذا كانت كارثة مو أزمة عادية وعابرة. فأنا هون بحتاج أنه رجعه لأرض الواقع، يعني رجعه لحياته اليومية، اشغله بحياته، حاول خلي نظره معي، حاول خليه يشعر بي، يعني شغله حواسه بحيث يشعر بكل شيء حواليه موجود. تمام راما، يعني اليوم خلينا نوضح أكثر مفهوم العشوائية أو سوء التنظيم بإدارة الأزمات. شفنا كثير من الشباب السوري اللي كانوا إيد وحدة ساعدوا، كثير من الأهالي راحوا للمناطق المنكوبة وصاروا يساعدوا، هذا الشيء صحيح اليوم إنه ما يكون في تنظيم لهم لهدول الشباب، ممكن يصير في عشوائية بالمنطقة؟ هلا نحن أكثر شيء بنخاف منه بإدارة الأزمات هي العشوائية والتخبط. كيف ممكن نتخلص من هي العشوائية؟ أول متطلب من المتطلبات اللي ذكرتها هي التخطيط. متى ما كان عندي هذا المتطلب موجود فأنا وصلت لمرحلة من التنظيم ومرحلة من البعد عن العشوائية والتخبط، لأنه أنا أكثر شيء بفاقم الأزمة وبيخليها فعلا تصير عندي كتير كبيرة أو ترجع يعني تقوى مع الزمن هو هذا، هي الحالة من التخبط. لهيك نحن وقت شفنا الشباب اللي اندفعوا طبعا بدافع يعني هو إنساني بحت، لأنه الكارثة كانت كارثة يعني مو بس بسوريا، تماما لهيك كان يعني من دافع إنساني ومشاعر فقط، يعني لهيك نحن تعاملنا مع هذا الوضع على أنه نحن ننظم، نوجه الجمعيات، نوجه المؤسسات. طبعا كانت هي حالة حلوة لأنه أنا وقت بستفاد من هي الحالة لحتى رجع المجتمع السوري للي كان قبل، لا فعلا هي حالة طبيعية كانت، لكن لو كانت مستمرة كانت فعلا أدت ل ممكن كوارث أكبر من اللي نحن تعرضنا له على المستوى الشخصي أو على مستوى المجتمع. أكيد، يعني مثل ما ذكرت حضرتك بالتخطيط يعني نرجع نحس بالأمان ونوفر مساحة الأمان لأننا ونرجع لروتيننا الحياتي، يمكن هي الخطوات الأساسية اللي بتخلينا نحن نبلش نتجاوز أي أزمة. بدنا نشكرك لوجودك معنا الاختصاصية التربوية راما حمود. شكرا كثير لكم ويسعد صباحكم.